هل تعرفون قصة ذات الخمار الأسود؟ والتي يقول الشاعر في مطلعها: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قدم بعض التجار إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حمل من الخمر السود، فلم يجد لها طالبا ولا شاريا، فكسدت عليه وضاق صدره، فقيل له: ما ينفقها لك إلا مسكين الدرامي، وهو من مجيدي الشعراء الموصوفين بالظرف والخلاعة. فقصده فوجده قد تزهد وانقطع في المسجد، فأتاه وقص عليه القصة، فقال: وكيف أعمل وأنا قد تركت الشعر وعكفت على هذه الحال؟ فقال له التاجر: أنا رجل غريب وليس لي بضاعة سوى هذا الحمل، وتضرع إليه. فخرج من المسجد وأعاد لباسه الأول وعمل هذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. ردي عليه ثيابه وصلاته، لا تقتليه بحق دين محمد. فشاع بين الناس أن مسكيننا الدرامي قد رجع إلى ما كان عليه وأحب واحدة ذات خمار أسود، فلم يبقى في المدينة ظريفة إلا وطلبت خمارا أسود. فباع التاجر الحمل الذي كان معه بأضعاف ثمنه لكثرة رغباتهم فيه، فلما فرغ منه عاد مسكين إلى تعبده وانقطاعه، وقال أبو عبد الله الحاملي: قل للمليحة في الخمار المشمشي كم ذا الدلال عدمت كل محرشي. يا من غدا قلبي كنرجس طرفها في الحب لا صاح ولا هو منتشي. هذا الربيع بصحن خدك قد بدا لمقبل ومعضض ومخمشي، فمتى أبيت معانقا لبهاره ولورده المستأنس المستوحشي. شكرا لاستماعكم، انتظرونا في قصة قادمة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد.